قشرة ثمرة البرتقال العادية تحولت من قمامة إلى فخامة. حقائب يد فاخرة صديقة للبيئة صنعت من هذه القشور على يد فنان الطعام وخبير التذوق الأردني عمر سرطاوي. فبطريقة جديدة وباستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة مثل التصنيع الرقمي والتقطيع والتشكيل بالليزر، استطاع الفنان الأردني تطوير قشور الخضروات والفواكه لتصبح مادة بالإمكان استعمالها لصنع منتجات فخمة كالأزياء والإكسسوارات والأثاث. لتكون صديقة للبيئة، سعيا منه لتوعية بحماية البيئة عن طريق إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى منتجات فاخرة. من دبي أما ينضم إلينا الفنان عمر سرطاوي والذي يصنع حقائب من قشور البرتقال. عمر، يسعد صباحك. يعني فكرة جديدة وملفتة، يعني حدثنا أولا كيف جاءت الفكرة أنه تحول قشور البرتقال إلى منتجات فخمة وراقية؟ شو الهدف؟ صباح الخير لكم للبرنامج ولكل العرب. الفكرة بلشت بإني طورت مادة من قشور الخضار والفواكه بشكل عام. هاي المادة أنا دارس كنت في مجال التصميم قبل، درست طبخ بعدين درست طبخ جزيئي، فطورت تكنيك جديد للمادة هاي قبل 3 سنين وبلشت أطور باستخدامات لها. فعملنا منها ماسك، عملنا منها فاشن أكسسوريز، بعدين تعرفت على ديزاينر بحرينية كتير مهمة اسمها نوف، ونوف اقترحت إنه نعمل إشي بالهاي إند فاشن، وبلشنا نطور بشنطة تكون معمولة من قشر الأورنج. طبعاً تكنيكاليتي كتير صعبة، كان في كتير حقبة يعني عقبات تقريباً صارنا سنة عم نشتغل على الموضوع لقدرنا فعلياً نلاقي الآلية المضبوطة اللي كيف نقدر نقص الأورنج، كيف نقدر نحفظه، كيف نقدر ندخله. الشنطة عبارة عن هاي إند فاشن، يعني هي عبارة عن أورنج مع براس اللي هو نحاس مطلي بالذهب مع حجر ماجلت من محفور بالإيد. يعني عمر تقريبا نشتغل عليها لحد ما نضبطها. يعني اليوم بما انه في اغنيه ضاجه في هالفتره الغزاله رايقه، وانت عم نقول فايق ورايق يا عمر بهيك افكار، يعني هل هذه الفكره برايك رائجه ورح يكون في عليها اقبال من قبل النساء المستهلكات انه يشتروا حقيبه صنعت من قشور برتقال؟ هلا اول شيء العالم عم بيروح على هالمنطقه، العالم عم بيروح على البايو ديجريدبل، على السستينابيليتي، على الكرويلتي فري. فهي الفكره مش قصه انه رواق، هي الفكره الدنيا عم بتروح على المنطقه هاي. اذا قدرت تعملي منتج مستدام يكون حسب التارجت تبعك بس يكون عملي يكون بديل، انا بشوف كثير ناس عم بيشوفوا الدنيا رايحه هناك. فهي هي اليه وقت بس اكثر من انه اي شيء ثاني. طيب، المعروف يا عمر أنه الخضروات ما بتضل، يعني قشورها مع الوقت بتخرب. استخدمت الملفت تكنولوجيا حديثة، الليزر في التقطيع والتشكيل، حدثنا أكثر وما أبرز التحديات التي واجهتكم. هلا أول شيء طبعاً بدي أفرجيكي بس المنتج إذا تطلع عليه هو كومبليتلي محمي، يعني ولا مبين أنه هو إشي كتير فخم بالأول. يعني هذا عم تحكي عن ذهب، قدرت تدمجي الذهب اوكي مع البراش نفسه مع يعني دائما مغطى قشر البرتقال، يعني مش بيكون هو الخارجي السطح الخارجي للحقيبه. هلا في عنا ديزاينز رح يكون خارجي، في ديزاينز عم يكون هو مغطى على اساس نحمي. هاي الشنطه غاليه مش شنطه رخيصه، فالبوينت تبعتها انه بدنا اياها تكون تضل عندك 10 سنين، فاحنا عملنا بروتكشن عليها. بس هذا القشر نفسه معمول بتكنيك معين ببطل يعفن، ببطل يخرب، ببطل يصير له اي شيء. فانت عم تشتري تايم بيس يعني. بس عمر انت قلت 10 سنين، يعني هل هذا عمر حقيبه المصنعه من قشور البرتقال او يمكن تصنيع حقائب تعيش لمده ويمكن انه نورثها لاجيالنا مثلا؟ يعني انا عملت، يعني عم بفرجيكي شغلات
هاي اول مره بنعمل شيء زي هيك يعني تو ماي نوليدج، واحنا اشتغلنا عليها سنه تقريبا. بس هاي البروتوتايب، هلا بعدين راح نطلع اكثر من لاين منهم. اوكي، راح يكون شيء شوي سعره اقل ممكن، وشيء شوي يكون مكشوف. بدي افرجيكي ماده ثانيه كنت عاملها مكشوفه، اللي هي هاي، هذا ماسك عامله من باذنجان انا. اوكي، من قشر الباذنجان بس، تمام. هاي ماده مكشوفه، وعملنا فيها كمان دبي فاشن ويك، وكانت هي الفي اي بي جيست. فعم بطور بالتكنيك اللي نصير نقدر نستعملها بطريقه اقوى شوي. عم بحكي هلا مع شركه هولنديه نعطيها كوتين كمان تصير اقوى. بس هو هذا مش إشي يعني صرعه او موضه او ترند زي الغزال رايقه، هذا عالم رسائل. الدنيا راح تصير كثير تستعمل الشراكه المستدامه والصديقه للبيئه. صح. والاليه هذه بطورها انا اول مره، يعني هي انا مش عم بقلد حدا، هاي الطريقه الفعليه انا اكتشفتها. والحلو بالموضوع انه عم بطلع الانوفيشن من عندنا بالمنطقه. انا هلا بدبي كنت في اكسبو، الانوفيشن اللي بيجي في اكسبو كثير مهم، الانوفيشن اللي عم بطلع من السعوديه كثير مهم. عم بيصير الانوفيشن يطلع من عندنا بالمنطقه، العالم العربي مش بالفعل. عمر، سمعنا عن كثير منتجات صديقه للبيئه، بس بالفعل هالمنتجات ملفته وفريده من نوعها. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من دبي الفنان عمر سرطاوي، نتمنى لك كل التوفيق. تسلمي، ثانك يو سو ماتش.